ذات يوم سمعت صوتا عميقا قادما من أعماق البشرية، من الأصالة البدوية في الصحراء العربية. على صهواته نسجت الحكايات وكتبت آلاف الأبيات الشعرية. إنه الخيل، صديق العربي في الحرب والسلم، وهو النموذج الأمثل الملهم للشعراء. لقد ارتبط عندهم بمعنى الوجود والأصالة، وهو أول خلق الله. وصفوه لنا الشعراء فأجادوا، فتحدثوا عن لونه وسرعته وأصالته. ونجد امرؤ القيس يصف لنا جواده المكتمل الخلق، ففرسه تحوي كل صفات العتق والأصالة. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. ولشدة إعجابهم بها سموها بأسماء مختلفة، فهي الأدهم والكميت والأديم والأشقر. ويقول ابن هزيل: هو الصبح إلا أنه حان ليله فقسمه شطرين في جلد أدهمي. وهناك فئة من الشعراء صوروا لنا سرعتها، فهي عندهم أسرع من الريح والطيور والمطر والنور. يقول شداد العبسي: لنا في ظهرها حصن منيع، وفي وثباتها نور ونار، تطير مع الرياح بغير ريش، ولم يلحق لها أبدا غبار. ويصف لنا امرؤ القيس أداءها العجيب قائلا: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ويقول أيضا أبو البقاء الرندي: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في حجال السبق عقبان. ولصوت الخيل في أذن العربي وقع على الروح والجسد، لذلك نجدهم يلحون على ذكر صهيل الخيل في أشعارهم. يقول البحتري: هزج الصهيل كأن في لهواته نغمات معبد في الصقيل الأولي، ملك العيون فإن بدا أعطيته نظر المحب إلى الحبيب المقبل. ونجد عنترة بن شداد يشعر بما يجول داخل الأدهم من أحاسيس، فيقول: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ونجدها عند المتنبي: أعز صديق كما الكتاب خير جليس، ما الخيل إلا كالصديق قليله، وإن كثرت في عين من لا يجرب. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. والخيل العربية كانت تقود المعارك، فهي جزء من الحرب، لذا كانت مصدر فخره وقوته. قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. ويقول المتنبي: قاد الجياد إلى الطعان، ولم يقد إلا إلى العادات والأوطان. هذا الكائن الجميل الأصيل بطباعه كان ولا يزال رمزا للعز، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها. ويقول الشاعر: أحب الخيل واصطبر عليها، فإن العز فيها والجمال، إذا ما الخيل
ضيعها رجال ربطناها فشاركت العيالا. فالخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.